أما هلأ وصلنا لمحطتنا التالية. الصناعات النسيجية هي من الصناعات الرائدة بسوريا، واليوم طبعاً ضمن محطتنا رح نحكي عنها بخبرات سورية وأكاديمية قادرة على ابتكار ممكن يساهم بتحسين آلية لف الأقمشة المنسوجة ومراقبة جودتها من خلال نموذج لآلية لف مطاوي كبيرة للقماش المنسوج على آلة النسيج مع تقنية كشف العيوب. أكيد سلمى، هذا المشروع جزء صغير من عدة مشاريع عم يتم العمل عليها ضمن قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وطخانتا. رح نتعرف على هيدا المشروع بشكل أكبر وموسع. ضيوفنا الدكتور طاهر بركات، رئيس قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وطخانتا في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، والمشرف على مشروع آلية مطاوي النسيج الدكتور مجد بركات، والطالبة المشاركة بالمشروع في تنفيذ وتصميم المشروع ابتسام خليل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. واهلا وسهلا فيكم كلكم. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك دكتور طاهر. بداية خلينا نحكي عن أهمية هذا المشروع، واليوم قد ايه مهم. اليوم عم بيكون عندنا عدد كبير من المشاريع ضمن عنكم، نحكي شوي عن أهميته بالذات. اولا صباح الخير، صباح الخير لكل اهلنا على امتداد ساحة الوطن في سوريا، وخير ما نبدأ به هي تحية إجلال لجيشنا العظيم والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى ورحمة الله على هذه الأرواح الطاهرة التي نحن بسببها اليوم مجتمعين هون. وأيضا بوجه تحية إلى وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق وعماد كلية الهندسة لدعمها المستمر للمشاريع، سواء كانت في مجال الأبحاث العلمية أو المشاريع التخرج وغيرها. نحن قسمنا قسم حديث أحدث عام 2000، والهدف من هالقسم قسم هندسة الصناعة النسيجية هو دعم قطاع الصناعة، دعم الكادر الفني ورفضه بكوادر مدربة صحيح. مهندسين يخدمون ما يتعلق بهذه الصناعة. وبالتالي القسم فيه عندنا مرحلتين للدراسة، مرحلة الإجازة عندنا بحدود 500 طالب بدرسوا هندسة الغزل والنسيج، وبعد عندنا أيضا مرحلة الماجستير أيضا في تخصصات في هندسة تكنولوجيا الغزل والألياف، هندسة النسيج، هندسة الصباغة والطباعة والمعالجات بشكل عام. القسم شارك في كثير نشاطات في البلاد وتواصل مستمر مع الحياة العملية للصناعة بكل أنواعها، ومشاريعنا حقيقة لها طابع تطبيقي بجوز تختلف عن باقي المشاريع، كون طلابنا بيخضعوا للتدريب في هذه الشركات، شركات الغزل والنسيج، وبيجيبوا الأفكار من واقع المشاكل الصناعية. ومشروعنا اليوم رح أترك لطلابنا يحكوا عنه، هو من واقع المشاكل اللي بتعنيها الصناعة السورية، ويقدم إضافة معرفية وفنية وتقنية في هذا المجال. وأيضا الأهم أنه صار تنفيذه كاملا وفق الرؤية العلمية والتصميمية والصناعية، وأهم شيء مناسبة وبالتالي جاهز. نعم جاهز للاستثمار بشركاتنا. تفاصيله راح أتركها لطلابنا. إضافة لذلك أن القسم لا يزال يسعى سنويا من خلال 30 مشروع تخرج وحدود 20 لحد 30 مشروع إنتاجي بانتقاء موضوعات لها علاقة بقضايا المجتمع. يعني ليس البحث لأجل البحث، وإنما البحث لحل مشكلة أو لتحليل واكتشاف وبرهن ظواهر معينة تخدم القطاع الصناعي النسيجي في سوريا بشقي طبعا الخاص والعام. أكيد. وإن اتفاقيات عديدة يعني مع جهات محلية مع غرفة الصناعة، مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وأيضا إلى نشاطات خارجية. نحن بنشارك أيضا في المحافل الدولية بما يتعلق بالأبحاث النسيجية، سواء كان بالمشاركات أو بالتحكيم أو غيرها. يضاف إلى ذلك تعاوننا الوثيق مع أقسام هندسة الغزل والنسيج بجامعة حلب، بجامعة دمشق، بحمص، وأيضا في المشاركات مع المعهد العالي لبحوث البيئة ما يتعلق بالتلوث الناجم عن الصناعات النسيجية، طبعا جامعة شرين. وإيدنا ممدودة لكل مراكز الأبحاث والهيئات الصناعية والعلمية داخل البلد وخارج البلد للتعاون لما يخدم القضايا المجتمعية في سوريا أولا وفي العالم،
والإنسانية، لأنه سوريا تميزت عبر أكيد. التاريخ إنها لها رسالة أكيد تربط فيها الإنسانية، ونحن مستمرين رغم كل هذه الظروف ومعنوياتنا عالية متفائلين جدا إن شاء الله على طول. أهم شيء يمكن نحن قلنا ببداية حديثنا، تعرضت سوريا لحرب 10 سنوات استهدفت جميع القطاعات، من أهم هي القطاعات هي القطاع الصناعي، بنعرف قديش هو داعم أساسي للاقتصاد الوطني اليوم. لما نقول عم نحاول نحن ننشئ طلاب يكونوا منسجمين مع الواقع الصناعي، لأنه نحن بنعرف الحصار أثر أنه أنا بدي استيراد قطع يعني حديدية أو لآلة أو أي شيء، في مشاكل كتير كبيرة وما عم نقدر. اليوم خلينا نحكي معك ابتسام، أنت مشاركة بهيدا المشروع، تصميم وتنفيذ المشروع، شو اللي بيختلف عن آلية المشروع، آلية الآلات الموجودة هيدا المشروع، شو اللي بيميزه؟ يعني هو بيختصر وقت، هو بيناسب الواقع الحالي لنقدر نتخطى بعض المشاكل اللي عم نشوفها؟ تماما. هلا آلية لف القماش هي بتنضاف على آلة النسيج بعدها، ميزتها عن باقي آلات النسيج انه هي بتزيد الاستيعابية. آلة النسيج بالقياس بالهيكل تبعه الأساسي حسب ما بيجي من الشركات المصنعة بيكون في إلى استيعاب معين، فنحن لما نركب هذا الجزء من الآلة على خارج هيكلة للآلة نحن بنزيد استيعابية الآلة بنفس الوقت للأقمشة اللي بتحتاج خطوط إنتاج طويلة أو الأقمشة الثقيلة مثل أقمشة الجينز أو أقمشة الشوادر، زيادة إنتاج واختصار وقت أو غيرها. تمام. فنحن منزيد الإنتاج وبنفس الوقت منوفر الوقت يلي منبدل فيه أسطوانات النسيج المليئة بالفارغة، وبنفس الوقت منوفر وقت وجهد لأنه نحن دمجنا مع تقنية لكشف العيوب. كشف العيوب ظاهريا نحن نكشف العيب دغري هو على الآلة، ففينا نتداركه فورا ومنوفر وقت بهذا الشيء ومنوفر جهد كمان بقسم الفحص الأولي. فهذا كان هدفنا الأساسي بالمشروع، وطبعا في كتير تعديلات ممكن تنضاف على المشروع وتخليه أميز ويكون كمان بيقدم هدفه بشكل كمان أكبر وأوسع. هذا الشيء كتير مهم، ويمكن دكتور مجد إذا دخلنا أكثر بالتفاصيل، اليوم بعض الآلات الحديثة بتقوم بهي المهام اللي بتكون مبرمجة على هذا الشيء، ولكن نحن بيظل هي الظروف صعب يكون عنا كل هاي الميزات بآلة واحدة، فأنتوا اليوم قدرتوا تعملوا تعديل. يعني إذا نحن مو قادرين نجيب هيك آلات فبنقدر نعدل على بعض الآلات الموجودة. هل هي تدخل على كل الآلات ولا في مثلا آلات معينة ارتقيتوا أنه هي ممكن تقبل هاي التقنية وتتطور فيها؟ نعم. يسعد صباحكم وشكرا لاهتمامكم. بحب نوه قبل ما أبدأ الحديث عن الآلة أنه هي كان ثمرة مشروع تخرج، والإشراف مو بس كان من قبلي، كان كمان في مهندس الأستاذ علي بلوق، ومع المهندس ابتسام كان في 3 طلاب مميزين، دعاء فراج ونغم صارم وكنعم وجههم تحية. نعم. الفكرة المشروع كانت مستنبطة من حاجة القطاع الصناعي. وجود هيك آلية تضاف لآلة النسيج بيعطيها ميزات إضافية لتشغيل أصناف ما كانت تقدر تشتغلها. ونحن بنعرف بهالظروف الحالية موضوع الاستيراد والقطع على الغيار موضوع صعب، لذلك كان الهدف الأساسي أنه نصمم ونصنع. موضوع التصنيع صدقا هو في جرأة كبيرة نحن باختيار الفكرة، لأنه بيهمنا نحن بالنهاية التنفيذ على أرض الواقع يكون حقيقي ومناسب. يعني أنا مو بس بدي أعمل هيكل يشتغل، نحن نفذناه بالأخير وجربناه على قماش منسوج منتج، والحمد لله كانت نتائج كتير مناسبة، لأنه نحن في عنا قيم ميكانيكية واستطاعات سرع عزوم عطلات هيكلة تدرسناها وصممنا على أساسها وقمنا بتعديل التصميم أكثر من مرة لحتى وصلنا لنموذج نهائي. هو بالنهاية نموذج مصغر، ولكن أي شركة تطلب هيك نماذج نحن بإذن الله نحن الدراسة فينا نعممها على آلات بحسب المطلوب، ولكن الأهم إنه قدرنا نصمم هذا الجزء من الآلة ونصنعه بالكامل بدون استيراد أي قطعة. طيب دكتور طاهر، خلينا نحكي عن نقطة أساسية ذكرتها خلال حديثك عن قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقانتها لكل الطلاب، إنه الهدف الأساسي هو رفض الواقع الصناعي بطلاب مهندسين. هن بيعرفوا الواقع الأساسي، المشاكل الأساسية بيقدروا يتعاملوا معها، والهدف مثل ما حكى الدكتور إنه في تصنيع، مو فقط معالجة المشكلة، لا ممكن نحن نقوم بتصنيع آلة بعيدا عن الاستيراد اليوم. قديش مهم هيدا الشيء؟ خلينا نحكي عن هيدا القسم، عن هدول الطلاب شو بيتضمن، قديش فعليا في مواهب وقدرات استثنائية لهدول المهندسين اليوم نحن بنعتز فيهم. لا، القسم تميز بكل دفعاته حقيقة. أول دفعة تخرجت عام 2005،
وانا اللي كان الشرف اني رافقت تاسيس الاقسام الثلاثه بالثلاث جامعات. موضوعاتنا كان دائما تهدف الى حل لنا مشكله. فاذا جينا على الجهاز اللي نفذوه طلابنا كان نموذج عن هذه الاجهزه. هن دمجوا عمليتين بعمليه واحده. العمليه الاولى هي عمليه اللف خارج النور نحن بنسميها او الاداره المنفصله، هذا نظام حديث لسحب ولف القماش في الالات النسيج الحديثه، فاذا كان انا عندي صاله على سبيل المثال كان صالات بالدبس او بالخماسيه او بالسوريه ايام زمان، كانت الصالات لا تقل فيها الالات عن 200 اله. 200 اله بدها 200 جهاز من هذا، كل اله بدها جهاز لحالها. تعطينا فرصه في زياده الانتاجيه بسبب تخفيف التوقفات لاستبدال المطوايه. يعني ممكن نحن نلف عليها بحدود 3 طن 4 طن قماش، في حين انا داخل النول في طاقه استيعابيه مثل ما حكوا الدكاتره انه مضطر انا بدل محدوده صحيح باستمرار المطوايه وبالتالي في ضياع بالوقت. هلا الناحيه الاهم انا دائما بركز على شغلي انه الطلاب لما بينفذوا الجهاز حطوا الرسوم التنفيذيه بحيث يستطيع اي واحد صناعي ومهني محترف ينفذه. اثنين الخطوه الثالثه نسعى الى الحصول على براءه اختراع، وكثير من الاجهزه حصلت على براءه اختراع لاجل الحمايه. ثلاثه اللي بعدها يلي هي الخطوه الاهم يلي دائما بقول ما كثير متوفق فيها هي التسويق. سواء كان لشركاتنا بالقطاع العام او الخاص او نحن العالميه، هدفنا دائما العالميه. طبعا من خلال معاصرتي لتاسيس جمعيه المخترعين ومعرض الباسل على مدى 20 30 عام ما في جهاز اللي اطلعت عليه كرئيس سجني كنت للتقييم. كنت اقول لهم دائما نحن نريد الخطوه الاخيره صحيح. اللي هي التسويق عن طريق التعاقد الهدف الاساسي صحيح التعاقد مع الجهات المعنيه سواء عامه او خاصه، وبالتالي بيجينا مردود للطالب او للمهندس بحيث انه كمان هو يستمر بابحاثه بشكل عام. وهي الغايه الاساسيه اليوم دكتور هناك طاهر. ايضا من وجودكم معنا اليوم نحن كمان ندعي كل يلي عم بيتابع طبعا شاشه الاخباريه السوريه هو قادر انه يتبنى هي المشاريع انه يتوجهوا، خصوصا الصناعيين اليوم في منهم كثير صار عندهم تضرر بالالات، فبالتالي نحن اليوم عم نوفر لهم فكرة، هي الفكرة ممكن تساعدهم بقادم الأيام. ولهيك بدي أسألك ابتسام، يعني اليوم قديش حرصتوا على أنه هذا النموذج يكون سهل التنفيذ ومثل ما قال الدكتور ما يكون بحاجة لقطع غيار مفقودة ضمن البلد؟ تمام، نحن هذا كان هدفنا الأساسي بالمشروع أول شيء، لأنه هو أول يعني أولاً أهميته إجت أنه هو تصنع بخبرات وطنية دائماً تصنع بمواد كانت صعب الحصول عليها بس متوافرة، وتصنع كمان مثل ما تفضل الدكتور طاهر انه بمشاكل من قلب العمل فينا نقول، لانه احنا زرنا كثير شركات بالقطاع العام لحتى قدرنا نستنتج فكره المشروع. المشروع بيجي كمان اهميته انه نحن بفتره هلا نهوض بالاقتصاد بالوطن ونعود بالقطاع الصناعي، وبفتره نحن قادرين نرجع نخطط المصانع اذا فينا نقول، فهي الاله كثير رح تكون موفره وكثير رح تكون جيده وكثير رح تزيد من الانتاج ورح ترجع لسوريا الميزة بالأقمشة اللي كانت تمتاز فيها دائما. هي من أهم الصناعات، الصناعات النسيجية السورية أكيد رح تساعد كثير بتنخيب القماش وإنه يرجع مكانة سوريا بالقطاع الصناعي وخاصة بالألبسة بشكل جيد. طول ما في هيك طلاب مثلكم نشيطين أكيد نحن واثقين من هذا الكلام. دكتور مجد خلينا نحكي عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، لما نحكي عن مشروع مهم مثل هذا نحن عم نحكي اختصار للوقت، اختصار مثل ما قلنا لكثير من المشاكل عم تحكيها الطالبة ابتسام، وبنفس الوقت في إنتاج بيكون مضاعف، فأكيد في جدوى اقتصادية مختلفة لأنه هذا بيكون كله بيصب بمصلحة بالأخير الاقتصاد الوطني، نحن عم نحكي عن اقتصاد داخلي بعيدا عن الاقتصاد العالمي. صحيح هو الهدف النهائي من أي مشروع هو أنه يكون له جدوى وبالتالي تحقيق فائدة لتصنيعه. لأنه يعني فينا نعطي أمثلة أنه هو مثلا هي الآلة فعليا أول إذا تم تفعيلها أنه أنا سنويا كنت أنتج هالقد فيني أنتج هالقد وفيني اختصر هالقد مثلا. تمام. هلا أول شغلة هو نحن صممنا بروتوتايب نموذج مصغر، يعني نحن ما فينا نقارن تكلفة هذا الجهاز مع تكلفة الجهاز الحقيقي، ولكن نسبيا أول شيء في يعني في اكيد اختصار كبير بالتكلفه في حال تم الاستيراد، هاي اول وحده. ثاني وحده نحن موضوع اللف مو بس بيفيدنا انه نبدل مطاوي، بصراحه موضوع اللف هو خاص بالاصناف
ذات التجهيز الطويل، خطوط التجهيز الطويله يعني مثل الجينزات، الشوادر، حتى الاجواخ الى اخره. هي الخطوط خطوط طويله بحاجه لكميه كبيره لتغذيتها بقماش منسوج، وبالتالي انا لما بغسيها بقماش كميه صغيره بتوقف الخطوط وبصير في مشاكل بالجوده. هي اول شغله. ثاني شغله، نحن موضوع كشف العيوب على الاله هذا مفيد جدا، بحيث انه العامل قادر انه يكشف العيب ويصححه او ينخب القماش. بالحاله العاديه شو عم يصير؟ بالحاله العاديه في عندنا قسم خاص لفحص الجوده. هذا القسم نحن بوجود هاي الاليه عنه مباشره على الاله فينا نستغني عن هذا القسم تماما، يعني هذا القسم بيصير في له محدوديه بالعمل او حتى ممكن نختصره، وبالتالي بنكون وفرنا عمال ووقت ومساحات وآلات. صحيح. وكل هذا كل هاي التكلفة من وراء ميكانيزم نحن هو ميكانيزم عالمي، يعني نحن طبعا بمساعدة مشكورين الشركة الخماسية، نحن زرنا مثل حكت ابتسام أكثر من شركة، زرنا ثلاث شركات بس الاعتماد كان على مخططات الآلات بشركة الخماسية. مشكور الأستاذ مصطفى والأستاذ أيمن، كلهم ساعدونا بالخماسية، ساعدونا ببعض المخططات اللي نحن درسناها وصممنا النموذج على أساسها، وهيك بالمقابل فينا نعكس العملية ونصنع إحنا شيء مناسب للآلات. وبالتالي الفائدة مو بس بالتصنيع المحلي وعدم الاستيراد، الفائدة بفحص الجودة، هذا موضوع كتير مهم. الفائدة أيضا بتشغيل هاي الخطوط، يعني إحنا فينا نصنع القماش هي الكبير وفينا نعطيه القطاع الخاص، يعني مو دون حتى إحنا ما نشغلها. وبالتالي في إذا عدة عناصر للجدول الاقتصادي وكلها كانت مدروسة. إيجابية. نعم، مثل ما حكى دكتور مجد وحضرتك أسلفت ببداية الحديث دكتور طاهر، أنه أغلب المشاريع اللي كانت موجودة اخترتوها من الواقع، فهذا شيء كتير مهم اليوم، وخصوصا كتير نسمع أنه في مشاريع ولكن هي تبقى حبر على ورق غير قابلة للتنفيذ، لا إمكانيات موجودة أو ما بتتطابق مع البيئة اللي هي فيها. خلينا نطلع كمان من خلال حضرتك عن بعض المشاريع الأخرى اليوم اللي أشرفتوا عليها واللي كانت كمان من ضمن البيئة ومهمة جدا. لا، قائمة المشاريع تطول كل سنة، يعني بدون 30 مشروع. يعني بدنا نستذكر منهم اللي شاركوا العام الماضي بالمعرض. في عندنا كان مثلا احنا خاصية تغير اللون بالأقمشة، هذا سواء كان الألبسة العسكرية كنا عانفين أكثر من غيرها، أو الأقمشة المصبوغة. وبالتالي صممنا جهاز، يعني هلا اذا بدنا نجيبه بحدود شي 50 مليون حقه، ذو كفاءه عاليه ويضاهي الاجنبي وما بتفرقوا عن الاجنبي ابدا، بيختبر مقاومه الالوان للاحتكاك. نحن الاقمشه اللي بنرتديها ارتداء خارجي اغلبها بتتعرض لتغير اللون بسبب الاحتكاك والغسيل المتكرر. الغسيل المتكرر بيعطينا تغير باللون، تصير البدله ما كثير مناسبه وغير مطابقه للمواصفات. فعندنا هذا الجهاز بيكتشف نحن درجة ثبات اللون لكل جهاز وهذا لكل القماش، وهذا الجهاز موجود عندنا في المخبر. نوع ثاني من الأقمشة اللي غير المنسوجة، عرضنا جهاز نفذ بالكامل من قبل مجموعة كثير كمان رائعة زملائهم، بيعطينا قابلية الأقمشة للامتصاص المنفصل سواء كان للسوائل الزيوت مثلا او المياه، احيانا بيكون خليط من الماء والسائل. فاشرفنا على مشروع انا والدكتور بدال زعرور مع مجموعه من الطلاب، قاموا بتنفيذ الجهاز، بنعالج القماش بمواد نانويه وبيطلع معنا يا اما بدنا اياه شره للماء او غير ماس للماء، شره للزيوت او غيرها. هلا كانت في ايضا افكار، هلا نحن عم نعمل دراسات حول السيور الناقله، كانت انتاج السيور الناقله سواء لمعامل الادويه او معامل الافران او غيرها، كل شيء في السيور. السيور ما صنعت عندنا بسوريا، في السنه طرقنا هالمجال هذا بقوه، اضافه لاجهزه ومشاريع في مجال الهندسه الطبيه، يعني المنسوجات لخدمه الاقمشه الطبيه في المشافي، في كل مفاصلها يعني سواء كان للمريض او للطبيب او العمليات، خيوط جراحيه يعرفوا. في عندنا كذا رساله ماجستير في معالجات الاقمشه، ايضا للموصلية الكهربائية من إنتاج أقمشة ذكية بنسميها سمارت فابريكس. يعني الحقيقة لو كان الوقت يتسع كنت جبت لكم قائمة طويلة بهذا الموضوع، بس بدي أضيف نقطة على مشروع وأهميته، أني اندمجوا مرحلتين المرحلة نسيت أنا أحكي فيها لما حكيت. أول مرحلة هي عملية اللف مثل ما حكى الدكتور مجد بكميات كبيرة، بتلزم مو بس أنه أنا عم قلل توقفات
وانما عم بحاجتها نحن للمصبغه. لكن ايضا عمليه المراقبه، مراقبه الجوده للقماش وتنخيبه، ينخب اول ثاني ثالث، كنا ناخذ القماش هذا بعده بيطلع من اللون الى المرحله الثانيه اللي هي مرحله الفحص على قسم مستقل. الان هن ضافوا شغله كثير حلوه، انه اليه اللف والمراقبه الجوده بان واحد. الاله موجوده ضمن صارت اله النسيج، يعني ورقه اله النسيج عم تراقب الجوده وبعدين عم نلف. في غلط معين من نسجله، في خطا جسيم ممكن نحن نقص القماش ونوقفه ونبيعه بسعر اقل كنخب ثاني او نخب ثالث. يعني الجهاز له اهميتين، اختصر مرحله واضاف كميات كبيره. اكيد جهود جباره بذلت حقيقه، لو كان فينا نجيبه اكيد للجهاز كان احسن. اكيد يعني تحيه لكل العاملين على هذا الجهاز، لكل الطلاب السوريين اللي عندهم فعليا مهارات وقدرات استثنائيه. ختاما وسريعا كلمه اخيره منكم لدعم هي المشاريع، يعني نحن الهدف من هي المشاريع هي استثمارها. نعم. بالواقع الحالي قديش بياثر فعليا على واقع الصناعه، لانه نحن بنعرف انه بدنا سنوات لنرجع نستعيد مكانه الصناعه السوريه قبل الحرب والازمه على سوريا. انا تاريخيا يعني من 30 سنة هو الحل، وبعد ما خرجت يعني ما عندي كان أدنى شك أنه بقدرات أي مهندس أي كفاءة عندنا قادرين على التعامل مع المشاكل اللي عندنا وحلها والمساهمة بحلها. واليوم زدنا أكثر قوة بهالكادر المميز اللي عم يتخرج من القسم بمراحله الثلاث، حتى دكتوراه عم نمنح نحن ثلاث أنواع من الدكتوراه، كلها مشاريع إلى علاقة بالواقع، ومشترط أن يكون إلى علاقة بالواقع. هلأ التمويل من أين ما أجا مرحب به. فنحن الجامعة كنظام الجامعة جامعة دمشق حسب نظام وزارة التعليم العالي، هلأ في خطوات جميلة على إيد رئيس الجامعة الحديث الحالي وفقه الله، أنه في عنا نحن تمويل للمشاريع. وأنا بقول للطلاب وعممت عليهم الاستمارة من يومين ثلاثة، حتى المشاريع اللي تنفذت، يعني انا بكرر المشاريع تنفذت بيعبوا الاستماره وبيتابعوا شو تكاليف المشروع، والجامعه بتمول اذا كان المشروع له حدا بالقطاع الخاص او القطاع العام مهتم فيه يشتريه او يسوقه او يصنعه او يدعمه مبارك به. لكن اذا في نحن حاجه ايضا للمخابر، ممكن المشاريع تخدم تصنيع اجهزه للمخابر. هلا هذا الجهاز بيخدم القطاع الصناعي اكيد. نحن عندنا بالقطاع بالمخابر اكثر من جهاز الان تصنع لصالح المخابر وبتمويل من الجامعه. اكيد سريعا بس دكتور، بس بدي احكي كلمه انا قبل ما اختم بس مشان الوقت. تفضلوا كلمه اخيره. اول شيء نحن بنتمنى مثل ما تفضلتوا من شوي استكمال حلقه البحث العلمي. يعني مو بس نحن اشتغلنا وبحثنا وصممنا الى اخره، لازم يصير في تسويق. نعم تسويق، يكون في حدا رابط يتولى هاي المسؤوليه، لانه نحن ما فينا نشتغل كل شيء، لازم يكون في حدا مستقل يشتغل هاي الامر. تفضلي ابتسام. هدفنا كان دائما الاخير انه نلاقي داعمين نوثق بخبرات الطلاب، لانه فعلا نحن عندنا خبرات وقدرات وامكانيات كثير كبيره. وبدي اشكر بصراحه اعمده النجاح منهم دكتور مجد والدكتور علي بلوق وشركائي بالمشروع، يلي لولاهم اكيد ما كنا هون. اكيد تحيه لهم كلهم. كلمه اخيره سريعه. كلمه اخيره، انا اول شيء بشكر كل من ساهم بدعم مشاريعنا، وبنوجه تحية إجلال وإكبار ووفاء إلى قائد الوطن السيد الدكتور بشار الأسد، الذي لولا صموده لما كنا موجودين في هذا اليوم هنا. أكيد نتشكركم بالختام، نتمنى لكم التوفيق، وتحية لكل الطلاب السوريين اللي عندهم فعلا قدرات استثنائية يجب مثل ما قلتوا بداية حديثنا والختام دعمها واستثمارها. شكرا كثير لكم. شكرا لكم ولاهتمامكم وبارك الله فيكم. شكرا لكم دكتور طاهر قدار والدكتور أيضا مجد بركات والطالبة ابتسام، شكرا لوجودكم وموفقين. ألف شكر. شكرا.